السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلاب الصف العاشر، درسنا لهذا اليوم سيتكلم عن احتمالات الأحداث المستقلة وغير المستقلة. سنتعرف في هذا الدرس على مفهوم كل من الأحداث المستقلة والأحداث غير المستقلة، وكذلك سنقوم بحل بعض التمارين على الأحداث المستقلة والأحداث الغير مستقلة. في البداية، ما هما الحدثان المستقلان؟ ما هما الحدثان المستقلان؟ إذا كان وقوع أحد الحدثين لا يؤثر على وقوع الحدث الآخر، فإننا نقول عن هذين الحدثين أنهما مستقلين أو مستقلين احتمالياً. إذا ارتبط وقوع الأول بالثاني أو الثاني بالأول، نقول أنهما غير مستقلين. أما إذا كان وقوع أحدهما لا يتأثر بوقوع الآخر، فإننا نقول أن الحدثين مستقلين احتماليا. حدد فيما إذا كان كل حدثين مستقلين أو غير مستقلين. لدينا المثالين. في المثال الأول، سحبت بطاقة من كومة بطاقات، ثم أعيدت وبعد ذلك سحبت بطاقة ثانية. إذن سحبت بطاقة من كومة بطاقات، ثم أعيدت وثم سحبت بطاقة ثانية. فهل هذا الحدث مستقل أم غير مستقل؟ إذا نقول عن الحدثين أنهما مستقلين احتماليا. سحب البطاقة الثانية لا يتأثر بسحب البطاقة الأولى. في المثال الثاني، اختارت ياسمين قميصا من خزانتها لترتديه يوم الاثنين، ثم اختارت قميصا آخر لترتديه يوم الثلاثاء. إذا ياسمين لا تريد أن تلبس القميص الذي لبسته يوم الاثنين يوم الثلاثاء. إذا نقول عن الحدثين أنهما غير مستقلين احتماليا، فهي لن تلبس القميص الذي لبسته يوم الاثنين. احتمال وقوع حدثين مستقلين. إذا كان الحدثين مستقلين احتماليا، إذا كان A و B حدثان مستقلان احتماليا، فإننا نقول أن احتمال A و B يساوي احتمال A ضرب احتمال B. إذن القاعدة تقول إذا كان A و B مستقلان احتماليا، فإن احتمال A و B يساوي احتمال A ضرب احتمال B. ففي المثال التالي، تم إلقاء قطعة نقد معدنية وحجر نقد. إذن قطعة النقد نحن نعلم أن لها وجهان، وحجر النقد له 6 وجوه. فما احتمال ظهور الصورة على قطعة النقد وظهور العدد 6 على حجر النقد؟ السؤال يطرح نفسه، هل هما مستقلان أم غير مستقلان؟ هل يتأثر رمي قطعة النقد برمي حجر النقد؟ إذا لا يتأثران. إذا من الواضح أن هذين الحدثين مستقلين، فوقوع الصورة لا يؤثر على وقوع العدد 6، لذلك نطبق قاعدة الأحداث المستقلة. نقول أن احتمال ظهور الصورة احتمال A يساوي نص، إذا ليكن الحدث A هو ظهور الصورة، فنقول احتمال A يساوي نص، وليكن الحدث B هو ظهور العدد 6 في حجر النرد، ويكون احتمال B 1/6. إذا نقول احتمال A و B يساوي احتمال A ضرب احتمال B، إذا نص ضرب 1/6 ويساوي 1/12. احتمال وقوع حدثين غير مستقلين. ماذا لو كان الحدثان غير مستقلان؟ كيف سيكون قانونهما؟ إذا كان A و B حدثان غير مستقلان، فإن احتمال الـ A و B يساوي احتمال الـ B ضرب احتمال الـ A، علما أن الـ B قد وقع. إذن احتمال الـ A و B يساوي احتمال الـ B ضرب احتمال الـ A، علما أن الـ B قد وقع. إذن هما الحدثان يتأثران فيما بينهما، حيث احتمال A علما أن B قد وقع بهذا الشكل يتم لفظه. مثال رقم 4، سحبت بطاقة من مجموعة أوراق اللعب التي عددها 52 ورقة، ثم سحبت بطاقة ثانية دون إعادة البطاقة الأولى. فعند سحب البطاقة الأولى بقي لدي 51 ورقة، وعند سحب البطاقة الثانية سأسحبها من 51 ورقة. فما احتمال أن تكون البطاقة الأولى تحمل الرقم 5 والثانية تحمل الرقم 7؟ في البداية
نحن لدينا أربع بطاقات تحمل الرقم 5 في أوراق اللعب، ولدينا أربع بطاقات تحمل الرقم 7 في أوراق اللعب. إذن في البداية يجب تحديد نوع الأحداث، هي مستقلة أم غير مستقلة؟ نجد في هذه السؤال بدون إعادة فهي أحداث غير مستقلة، وعندئذ يكون احتمال 5 4 على 52 ويساوي 1 على 13، واحتمال 7 علمنا أننا قد سحبنا 5، إذن بعد سحب 5 بقي لدينا 51 ورقة، فاحتمال 7 لدينا 4 أوراق من أصل 51، ويكون الاحتمال المطلوب احتمال 5 و7، البطاقة الأولى 5 والبطاقة الثانية 7 يساوي احتمال 5 ضرب احتمال 7 علما أن 5 قد سحبت، 1 على 13 ضرب 4 على 51 ويساوي الجواب 4 على 663، ويكون لدينا في نهاية الدرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.